أهلاً ومرحباً بكم مجدداً طلابي. في هذا المقطع سوف أقدم لكم تلخيصاً مبسطاً حول مادة الأسبوع الخاصة بنا، فلنتابع معاً بتمعن. وفي هذه الحصة أحبتي، في بداية هذا الأسبوع سوف نحتفل سوياً بمادة التربية الإسلامية بالمولد النبوي الشريف المبجل الجميل، وذلك المولد الذي يعد احتفالاً خاصاً بالنبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الدرس عزيزي الطالب سوف تتعرف إلى معجزات الرسل عليهم السلام. بداية سوف تعرف أن المعجزة هي التي أيد الله تعالى بها رسله لتدل على صدق رسالتهم وصحة دعوتهم، ولتكون سبباً في هداية كثير من الناس إلى الإيمان بالله تعالى. في هذا الدرس سوف نتعرف إلى مفهوم المعجزة، وأنها أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي يؤيد الله تعالى به رسله ليكون دليلاً على صدق رسالتهم. وبعد أن تكون عزيزي الطالب قد تعرفت إلى مفهوم المعجزة، لابد أن تعرف أن هناك العديد من المعجزات التي أيد الله سبحانه وتعالى بها الرسل بما يناسب أحوال الأقوام التي نزلت فيهم. فمثلا معجزة سيدنا صالح، إذ أن الله سبحانه وتعالى أيده بمعجزة الناقة، بينما سيدنا إبراهيم أرسل الله تعالى سيدنا إبراهيم إلى قومه وأيده بعدد من المعجزات، منها نجاته من النار العظيمة التي ألقي فيها. كذلك معجزات سيدنا موسى، الله سبحانه وتعالى أرسل سيدنا موسى إلى فرعون وقومه وأيده بمعجزات عديدة، منها العصا التي تحولت إلى أفعى عظيمة، وهذا بالإضافة إلى معجزة سيدنا عيسى عليه السلام، إذ إن الله سبحانه وتعالى أرسله إلى بني إسرائيل، منها إحياء الموتى وشفاء المرضى، وهذا بالإضافة إلى أنك سوف تتعرف إلى العديد من المصطلحات كالأكمه والأبرص. وفي نهاية الأمر سوف نتعرف إلى أهم وأعظم معجزة، وهي معجزة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومنها انشقاق القمر. أما معجزة القرآن الكريم فهي المعجزة الكبرى التي أنزلها الله تعالى لتكون خالدة إلى يوم القيامة. بعد ذلك سوف تتعرف عزيزي الطالب إلى الحكمة والأهمية من المعجزات، إذ إن الله سبحانه وتعالى أيد الرسل بالمعجزات لحكم عديدة، منها صدق الرسل في دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى وصحة ما أخبروا به الناس عن الله، كذلك لإظهار وبيان قدرة الله تعالى، فعجز البشر عن الإتيان بمثل هذه المعجزة دليل على عظمة الله تعالى. ثم ينتقل الطالب إلى حل أسئلة الدرس في نهاية المطاف.